احنا بالمحاضرة السابقة اخذنا وياكم الايديال رانكين سايكل، وتكلمنا انه الرانكين سايكل الحقيقية هي اعقد من الشيء المثالي اللي احنا قاعد ناخذه، بس احنا لغرض التوضيح ومعرفة الاساسيات اخذنا الايديال سايكل. مثل ما تعرفتوا بالثيرموداينامكس انه هناك external reversibility و internal reversibility، يعني هاي الريفرسبيلتي اللي هي عدم الانعكاسيه او اللا انعكاسيه موجوده هي بالطبيعه، كل الحياه هي الريفرسبل. فشنو هي الاشياء اللي تجعل المنظومه external reversibility، وشنو هي الاشياء اللي تجعل المنظومه internal reversibility؟ external reversibility is the primary the result of temperature difference between the primary heat source such as combustion gases from the steam generator furnace or primary coolant from a nuclear reactor and the working fluid. احنا مثل ما نعرف انه رانكين سايكل اكو عندها working fluid يجري بداخل السايكل اللي هو 4B1234، هذا نسميه working fluid. الحرارة بالنسبة للستيم جنريتر اللي هي من 4 إلى 1، من 4 إلى 1 تأخذها الرانكين سايكل من مصدر خارجي. هذا المصدر الخارجي قد يكون فرن بغازات نحرق وقود وهواء، فالغازات المحترقة هي اللي نأخذ معها الهواء الحرارة على مود نرفع درجة حرارة الماء من 4 إلى 1 أو أكثر، يعني حسب المنطقة saturated vapor or superheated، or انه الحرارة قاعد ناخذها من تبريد المفاعل النووي. عندنا مفاعل نووي نتيجة التفاعل مع اليورانيوم تنتج حرارة، فهاي الحرارة عم نتخلص من عندها نبرده، فهذا سائل التبريد مال القلب المفاعل النووي نجيبه كهيت سورس المن للمحطة مالتنا على مود نسخن الماء ونحوله الى فيبر بالستيم جنريشن. فإذا نشوف أنه أكو عندنا فرق بدرجة الحرارة بين هذا الاكسترنال سورس، هذا المصدر الحراري من A إلى B، وأنا عندي الوركينج فلويد اللي هو الماء دي يجري من 4 إلى 1، فنشوف أنه أكو فرق بدرجات الحرارة. يعني مو كل الحرارة اللي تخرج من الفرن أو من قلب المفاعل إحنا قاعد نستثمرها ونحولها إلى طاقة حرارية تحول الماء إلى بخار، فلذلك هذا هو نسميه إحنا external irreversibility، يعني هذا خارج المنظومة، يعني مو بداخل الرانكين سايكل دي تصير، هاي خارج المنظومة دي يصير إنه الحرارة اللي قاعد تجينا من الهيت سورس من مصدر الحراري ما قاعد تتطابق ويا النقاط مالتنا، فأكو فرق بين البي والأربعة، أكو فرق بين الأي والواحد. أيضاً عندنا الحرارة اللي قاعد تنطرح من الرانكين سايكل اللي عن طريق الكوندنسر. عن طريق الكوندنسر احنا نعرف الهيت ريجكشن هي من 2 إلى 4 2 إلى 3، من 2 إلى 3 اكو عندي هيت ريجكشن، انه قسم من الحرارة اللي يولدها الستيم جنريتر جزء الكبير منها يتحول الى شغل ورك تيرباين، والجزء الاخر يخرج يروح للكوندنسر على مود يتكثف ويرجع للمضخة كساتوريتد ليكويد على مود نرفعه مرة أخرى. فهنا أنا أكو عندي هيت ريجكشن، من اللي قاعد ياخذ هاي الحرارة؟ ياخذها ما قلنا عندنا الهيت سينك. الهيت سينك هنا المستلم للحرارة قد يكون نهر، فإحنا نجيب مي من النهر ونبرد الكوندنسر ونخلي الوركينج فلويد اللي هو ستيم نحوله إلى ساتوريتد ليكويد، أو إنه إحنا عندنا كولينج تاور نبرد بيها الهواء، يعني الخليط اللي دا يخرج من التيرباين نبرده على مود نوصله إلى نقطة 3. فإذا عندي two external reversible بين الهيت سورس والهيت أديشن للستيم جنريتر بين الأي والبي والأربعة واحد بي واحد، وعندي أيضا بين الرانكين سايكل كهيت ريجكشن من 2 إلى 3 ويا الهيت سينك
اللي هو قد يكون ماء نهر أو قد يكون الكولينج تاور. فهنا نقول and the temperature difference between condensing working fluid and the heat sink fluid usually the condenser cooling water. فإذا عندي two external irreversibility between the heat source and الهيت بالستيم جنريتر، والنقطة الثانية هي بين الهيت ريجكشن مال الرانكين سايكل والكولينج كوندنسر ووتر. فمثل ما حكينا انه الاي والبي وعندي 4 بي 1 و انفجر في الشكل لاين اي بي ريبريزنت ذا برايمري كولنت ان ذا كاونتر فلو هيت اكسشينجر وذ ذا وركينج فلويد 4B1. فإذا أنا أستخدم كاونتر هيت اكسشينجر بالنسبة للستيم جنريتر. الكاونتر معناه الاتجاه مال السائل البارد هو معاكس لاتجاه المصدر الحرارة أو الحرارة اللي قاعد تجيني. فأنا بالنسبة للستيم جنريتر عندي الحرارة ده تنتقل 4B1، بينما مصدر الحرارة اللي هو الهيت سورس هي من A إلى B. فذن نسميه شنو؟ كروس هيت اكسشينجر. واللاين C دي represent the heat sink fluid، هذا من C إلى D. condenser cooling in a counter or parallel flow heat exchanger with the condensing working fluid 2 إلى 3. Both types are the same because the latter is at constant temperature. طبعا احنا بالستيم جنريتر نستخدم كاونتر هيت اكسشينجر، لان اكو عندي فرق بدرجات الحراره كلش عاليه بين الان والاوت. بينما بالكوندنسر من عندي هيت ريجكشن، عندي العمليه تتم تحت كونستانت تمبريتشر، بينما الستيم جنريشن يتم تحت عمليه هي variable temperature، بينما الضغط ما تثابت. بينما عملية الهيت ريجكشن هي constant temperature constant pressure. فلذلك إذا استخدمت الكاونتر هيت اكسشينجر or parallel معناه اثنين هم يمشون بنفس الاتجاه، parallel heat exchanger نفس العملية. ليش؟ لأن العملية تتم تحت constant temperature، بينما بالستيم جنريتر احنا عندنا العملية متغيرة درجة الحرارة من 4 إلى B، من B إلى 1، وقد ندخل بالسوبر هيتد بهالاتجاه. وبالتالي عملية نوع الهيت اكسشينجر راح يكون شنو؟ كاونتر فلو. بينما بالكوندنسر التايب مالته راح يكون بارالل اور كاونتر فلو. فاحنا عندنا تو سمول بنش بوينت. شنو البنش بوينت؟ بنش بوينت هي اقل مقدار بين درجه الهيت سورس والستيم جنريتر، يا هي اقل نقطه. عندنا هنا بين الاي والواحد هو اقل تمبرتشر ديفرنس، وعندنا هنا بين السي والخمسه. كلما استطعنا ان نجعل الستيم جنريتر الكونستانت بريشر مالته وعمليه تحول الليكويد الى فيبر قريبه من الهيت سورس، احنا راح نكون الكفاءه مالتنا احسن، معناه الخسائر اللي موجوده عندنا اقل، معناه الاكسترنال ريفرسيبيليتي احنا قللناها الى اقل مقدار ممكن. احنا طبعا لا يمكن جعلهم يتطابقون، ما ممكن، لان اكو خسائر، الخسائر ما نقدر يعني نتجاوزها، لكن احنا هاي الخسائر الموجوده قدر الامكان نقللها. A pinch point temperature difference causes a lower thermal irreversibility and an increase in surface area resulting in a large expensive steam generator. فاحنا على مود نقلل هذا الفرق بين الهيت سورس والستيم جنريتر، لازم نصنع ستيم بويلر بأنابيب مساحة سطحية مالتها أكبر، يعني العدد مال الأنابيب راح يكون أكثر، معناه الفلوس أو الكلفة الإنشائية للستيم جنريتر راح يكون أعلى على مود شنو؟
نخلي الفرق بين الهيت سورس والستيم جنريتر كلش قليل، مثل ما تلاحظون بين نقطة أي واحد وبين النقطة سي وخمسة، لكن على حساب شنو الكلفة. Whereas في حين a large bench point، لكن إذا كان الفرق كبير مثل ما شفتوا بهذا هنا بين البي وهاي النقطة، أو بين الواحد والأي، أو بين الأربعة والبي، هنا a large bench point temperature difference result in a small inexpensive steam generator but with reduced plant efficiency due to large thermal irreversibility. فانت تريد تقلل الاكسترنال ريفرسيبلتي، معناه تسوي ستيم جنريتر المساحه السطحيه مالته اكبر، معناه تصرف هواي فلوس. تريد الكفاءه مال المحطه مالتك تقل، معناه سوي ستيم جنريتر صغير، راح تكون عندك خسائر كلش عاليه. فاحنا محددين بين المبالغ الماليه وبين كفاءه المحطة نحو الأحسن. نفس العملية بالنسبة للكوندنسر. زين، شنو اللي الانترنال ريفرسيبلتي؟ وين عندي خسائر بداخل الرانكين سايكل نفسه؟ احنا فرضنا انه احنا العمليات كلها بالايديال رانكين سايكل هي ادياباتيك ريفيرسبل بالتيرباين وبالبام، لكن حقيقه هي مو صحيحه. احنا عندنا الليكويد من يجينا للمضخه بنقطه 3، احنا على مود نوديه للستيم جنريتر، المفروض اني ارفعه الى ضغط مقداره 4 بي 4، هو اعلى من ضغط الدخول مال الستيم جنريتر. الستيم جنريتر عندي الضغط مالته رقم 5، ليش؟ لان احنا عندنا بداخل الانابيب اكو شيء اسمه احتكاك، هذا الاحتكاك شيء يسوي؟ يقلل الضغط، فاحنا نرفعه للأربعة، فجريان الفلويد خلال الانابيب راح ينزل لي الضغط من 4 الى 5، راح ينزل الضغط من 4 الى 5 اللي هو الدخول مال الستيم جنريتر. احنا بالحياه يعني بالايديال قلنا الخروج من البام هو نفس الدخول للستيم جنريتر، هذا ايديال، لكن انتم مثل ما اخذتوا بالفلويد اكو شيء اسمه فريكشن. الفريكشن هو القوه المعيقه للحركه، فاذا القوه المعيقه للحركه اكبر، يعني الانابيب اكبر، الاطوال مالتها، الدايمتر مالتها، عده عوامل، السرعه مال الفلويد، نوع الفلويد اللي قاعد يجري، كل واحد من هاي الفاكتورات تأثر بقيمة معينة على البرشر دروب اللي دا يصير، هبوط الضغط اللي قاعد يصير بداخل المنظومة بين البام إلى أن يوصل إلى نقطة الدخول للستيم جنريتر. فلذلك أنا على مود أوصل إلى نقطة الدخول للستيم جنريتر، المفروض المضخة ترفعني كضغط أعلى من نقطة الدخول، على مود الخسائر كليتها بالطريقة تقلل الضغط من نقطة 4 إلى نقطة 5. نفس العملية من يدخل الضغط، يعني الضغط مال البويلر من وصل بنقطة 5 راح يبدي يزداد درجة الحرارة مالته إلى أن يوصل إلى نقطة 5. بنقطة 5 على مود يصير بكسبانشن أو دخول للتيرباين، أيضا أكو أنابيب وعندنا نوزلات، فبالتالي راح يصير عندي هبوط بالضغط مقداره من 5 الى 5 داش او بي 1، من 5 الى 5 داش او بي 1 اللي هو الضغط مال الدخول مال التيرباين. فمن يطلع ب 5 داش، طبعا اكيد الستيم درجه حرارته كلش عاليه، 100 200 300 دقري سنتيغريد، 400، قد يكون 600، والمحيط درجة حرارته يجوز 10 20 دقري سنتيغريد، وبالتالي لابد من وجود حرارة منتقلة من الستيم عبر الأنابيب إلى الانفايرومنت، وبالتالي أكو خسائر بالحرارة راح ترجع لي درجة الحرارة من 5 داش إلى نقطة 1. فإذا عملية الدخول للتيرباين حقيقة راح يكون
بي 1 هو كان بي 5 نزل للبي 1 نتيجة وجود خسائر الاحتكاك كضغط، ودرجة الحرارة هي كانت عند الخمسة خمسة نزلت الخمسة داش، هاي نتيجة الخسائر. بعدين أكو عندي خسائر بالحرارة من خمسة داش نزلت إلى الواحد. بعدين من دخل التيرباين قلنا إذا ريفيرزابل أدياباتيك معناه رح ينزل عمودي بهالشكل، فإذا S1 رح تساوي S2، لكن حقيقة بداخل التيرباين راح تقل، راح يصير عندي الريفيرسيبلتي معناه الانتروبي بالتي راح تزيد، فمكان ما ينزل الى نقطه 2 اس راح ينزل الى نقطه 2، راح ينزل الى نقطه 2. وبالتالي نفس العمليه بالنسبه للمضخه، احنا من 3 الى 4 اس هاي اذا كان عندي ريفيرسيبل ادياباتيك، لكن حقيقه انا عندي احتكاك، فبالتالي درجه حراره السائل اللي بنقطة 4 S راح تكون أقل من نقطة 4. ليش؟ نتيجة الاحتكاك راح تتحول جزء من الاحتكاك مال السائل داخل الأنابيب إلى حرارة، وبالتالي السائل راح تكون درجة حرارته اللي يخرج بها هي 4 مو 4 S. فشفنا إذن أكو خط عمودي اللي هو يمثل الريفيرسيبل، والخط المنقط اللي هو الريفيرسيبل. فلذلك اكو عندنا ايزونتروبيك افشنسي للمضخه وللتيرباين، اكو عندنا ايزونتروبيك افشنسي للمضخه وللتيرباين. على مود نحسب الايزونتروبيك افشنسي للتيرباين راح نقول هي H1 ناقص H2 على H1 ناقص H2S. على مود نحسب الشغل الحقيقي للمضخه مالتي لازم ادخل شنو الكفاءه مال المضخه، احنا بالتيرباين العفو، احنا بالايديال ده نعتبر الافشنسي مال التيرباين ومال المضخه 100%، وهذا غير صحيح. وايضا على مود نحسب البامبينج بروسيس، ايضا على مود نحسب الكفاءه مال المضخه راح يصير 4 اتش 4 اس ناقص اتش 3 على اتش 4 ناقص اتش 3. فعلى مود نحسب الشغل الحقيقي للمضخه الورك بام يساوي اتش 4 اس ناقص اتش 3 على الافشنسي مال المضخه. نفس العمليه قلنا اتش 4 اس عندي بها مشكله ما اقدر اطلعها لان نحتاج تو بروبرتيز، فلذلك اطلعها من السبيسيفيك فوليوم في الفرق بين الضغطين البي 4 ناقص بي 3. نتيجة الإرريفيرسيبلتي الانترنال إرريفيرسيبلتي أكو عندنا بلنتي، البلنتي يعني الخسارة أو الضريبة، إنه الكفاءة أو الشغل المنتج بالتيرباين هو أقل من الشغل الأيديال، وكذلك الشغل اللي قاعد ننطيه للمضخة على مترفع السائل هو أعلى من الشغل الأيديال. فاذا الانترنال ريفيرسيبلتي سببت لنا شيئين، انه قللت الورك مال التيرباين وزيدت الورك مال البام. اكو سؤال هنا شباب؟ لا دكتور انا بالنسبه لي ما عندي. لا استاذ، بس حبيت استفسر عن امتحان. انا شوف الامتحان هسه اكو سؤال على الماده؟ تمام اوكي. لا ما عندي. يلا فرقان عندك شيء؟ لا دكتور ما عندي. تمام، عندنا مصطلح اخر على مود اعرف اني تحسين الكفاءه مال الرانكين سايكل، اريد فد معيار اقيس به انه اذا تحسن راح اقول انه الرانكين سايكل تحسنت. أربعة S إلى واحد، هاي
عندي ستيم جنريتر، هنا قلنا ايكومنايزر، هنا أنا عندي بويلر، وهنا أنا عندي السوبر هيتر. فاذا من 4S الى 1 هي الحراره الهيت اديشن. فانا على مود احسب الهيت اديشن الكيو 1 شو تساوي لي؟ اتش 1 ناقص اتش 4S، صح؟ زين، هاي نفسها احنا مو قلنا المساحه تحت التي اس دايجرام هي تمثل لي الهيت. فاقدر اني اقول اذا هاي المساحه من 4S من هنا اذا وهذا اصعد منها للواحد، هاي المساحه كليتها الغير منتظمه طبعا هي تمثل لي الهيت، الهيت اديشن كليتها هاي بالشكل هذا تمثل لي الهيت اديشن. على مود اطلع الانتجريشن مالتها كانما اني هاي المساحه الغير منتظمه سويتها الى مساحه مستطيله، يعني انا سويت هذا مستطيل، هاي المساحه الزايده وزعتها هنا وهنا، فسويت المساحه الغير منتظمه الى مساحه منتظمه. ارتفاعها ايش قد؟ سميتها تي ام 1. مساحه المستطيل هذا ايش قد؟ هي تي ام 1 اس 1 ناقص اس 4، اس 1 ناقص 4 هذا العرض، والارتفاع هو تي ام 1. هذا شيء يمثل لي؟ يمثل لي المساحه مال الهيت اديشن. فاذا اتش 1 ناقص اتش 4 اس يساوي تي ام 1 تي اس 1 اس 1 ناقص اس 4. فمن هذا القانون اقدر اطلع على المين تمبريتشر اوف هيت اديشن، يعني المعدل اللي انا دا اضيف به درجه حراره. احنا مو دا نضيف حراره من الاربعه اس للواحد، المعدل وين مالتهم؟ بالمنتصف لي فوق لي جوا، يعني في مكان ما بيناتهم. نفس العمليه انا بالنسبه للهيت ريجكشن، الهيت ريجكشن هو دا يصير من 2 اس الى 3، صح؟ او اذا اريد اسويه بدرجه بدلاله التمبريتشر والتي اس دايجرام راح اقول هو تي 2 تي 2 في هذا، هي المساحه هاي المستطيله مو صحيح اللي جوا هي هاي هيت ريجكشن، فراح اقول تي 2 اس 2 2 اس ناقص اس 3، او راح اقول تي 2 بما انه اس 1 هي تساوي 2 اس، فاذا راح اقول تي 2 اس 1 ناقص اس 4. فصارت الهيت ريجكشن هي تي 2 اس 1 ناقص اس 4 اس. احنا ايش نعرف؟ انه انا عندي الافشنسي هي الورك نت على الهيت ان. الورك نت هو الكيو 1 ناقص كيو 2، الهيت اديشن ناقص الهيت ريجكشن راح يعطيني الورك نت. فاذا راح يصير عندي كيو 1 ناقص كيو 2 على كيو 1. زين، وبالتالي راح اكتب 1 ناقص كيو 2 على كيو 1. زين كيو 2 هي تي 2 اس 1 ناقص اس 4، والكيو 1 هي تي ام 1 اس 1 ناقص 4، هاي تختصر. فراح يكون عندي الرانكن سايكل افشنسي مالتها 1 ناقص تي 2 على تي ام 1. راح نشوف هنا انه انا استطعت رياضيا انه اشبه الافشنسي مال الرانكن سايكل مثل كارنو سايكل. نلاحظ انه التي 2 اللي هي التمبريتشر اوف هيت ريجكشن، يعني وين احنا نفرغ الحراره مال الميكستشر، ذا لوور از ذا تي 2 فور ا جيفن ام 1 ذا هاير ويل بي افشنسي فور رانكن سايكل. احنا طبعا من هاي المعادله كل ما نزلنا قيمه التي 2 راح نلاحظ انه الكفاءه راح تتحسن، لان هذا المقدار كلش راح يكون قريب من الصفر. لكن احنا محكومين بالحياه العمليه بالتي 2، التي 2 هي درجه حراره الجو، احنا ما نقدر ننزل تحت درجه حراره الجو. لان احنا الحراره الهيت ريجكشن المفروض تكون من الاعلى الى الادنى، فاني اذا درجه حراره الاكزيت مال التيرباين هي اقل من درجه حراره الجو ما راح يصير تبادل حراري داخل الكوندنسر. وبالتالي الحراره اللي قاعد تخرج او درجه حراره اللي قاعد تخرج يخرج بها الستيم من التيرباين المفروض تكون اعلى من درجه حراره الجو على مود يصير اكو تبادل حراري. وبالتالي لاحظ انه الرانكن سايكل تعتمد فقط على التي ام 1، هي داله علما للتي ام 1. فمن هاي المعادله اذا كان تي 2 ثابت
تي 2 ثابت وتي ام 1 هي المتغير. فكل ما زاد التي ام 1 يعني كل ما زاد المقام، هذا المقدار ايش راح يصير به؟ راح يكون قريبه من الصفر، وبالتالي الرانكين سايكل ايش بيها؟ راح تكون اعلى. فاذا هناك علاقه طرديه بين المين تمبرتشر اوف هيت اديشن والافشنسي مال الرانكين سايكل. فكلما كان الهيت اديشن التمبرتشر المين تمبرتشر اوف هيت اديشن اعلى، كل ما كان الثيرمال افشنسي اوف رانكين سايكل اعلى. وبالتالي لو لاحظنا هذا الشكل، يعني انا العمليه لو كان عندي الدرجه حراره مال الكوندنسر ثابته، وانا عندي دوره معينه لرانكين سايكل هي من 4 إلى 1، فالمين تمبريتشر اوف هيت اديشن قطعا راح يكون هنا، راح يكون وين؟ بيناتهم في مكان ما هنا بيناتهم. زين، انا اذا الهيت اديشن زيدته من 4 سويته الى 4.1 داش، سويته من 4 إلى 1 داش، فقطعا المين تمبريتشر اوف هيت اديشن راح يصير اعلى من المين تمبريتشر مال الاربعه للواحد، صح؟ فاذا كان المين تمبريتشر مال الاربعه الى واحد داش هو اعلى من المين تمبريتشر مال الاربعه الى واحد، فقطعا انه الثيرمال افشنسي اوف رانكين سايكل للعمليه من 4 إلى 1 داش هي اعلى من الثيرمال افشنسي مال الرانكين سايكل عندما تكون الدوره تشتغل بين الاربعه والواحد. فلذلك اكو عده تحسينات طرأت على مود نحسن من الرانكين سايكل الافشنسي مال الرانكين سايكل. واحده من الطرق انه احنا نعلي او نزيد المين تمبريتشر اوف هيت اديشن. شلون نزيدها؟ انه الحاله الاولى انه اني اضيف حراره بعد اكثر، فمو كان ما كان يدخل ساتوريتد فيبر اخليه سوبر هيتد، ومو كان ما اخليه سوبر هيتد ازيد بعد بالسوبر هيتد، اوصله لهنا اوصله لهنا اوصله لهنا. بس اكو فتشي يوقفنا لوين؟ نوقف الماكسيمم تمبريتشر راح يوقفنا نوع المعدن المستخدم لصناعه الانابيب والفالفز والريش وغيرها. انت تعرف انت من تسوي معدن مقاوم للحراره اعلى، معناه انت راح تصرف فلوس هواي اكثر، مترولوجيكال ليميتيشن. The maximum temperature of steam that can be used is fixed from meteorological consideration. انتم مثل ما اخذتوا بالمعادن، المعدن اكو الى نقطه يعني انصهار، واكو يتعرض الى الفتيك والستريس، فهاي كليتها الكوروجين، هاي كلها المعدن يتعرض لها. فانت من عندك ستيم دي يتولد ببخار يعني ضغط عالي، درجه حراره عاليه، المعدن مرات ما يتحمل. فاذا تريد معدن يتحمل لازم تستخدم سبائك معينه، لازم تصير التكلفه للانابيب والفالفز والفيتنجز اللي موجوده بداخل الستيم جنريتر كلش عاليه على مود تتحمل الضغط، وبالتالي اكو عندك انت المعدن راح يحددك. The material used for the manufacture of component which are subjected to high pressure, high temperature steam like the superheater, valves, pipelines, inlet stage in the turbine، هاي كلها لازم تكون من معادن عالية التحمل لدرجات الحرارة والضغط، وبالتالي معناه صرف فلوس أكثر. زين أكو طريقة أخرى نقدر نحسن بيها درجة الحرارة أو نحسن بيها المين تمبرتشر أو هيت أديشن؟ ممكن انه انا اذا الماكسيمم تمبرتشر ما اقدر اتجاوزها، شو اسوي؟ ازيد الضغط مال من؟ مال البويلر. فالبويلر مو كان ما يشتغل على هذا البي 1، اسويه على بي 5 مثلا، يكون اعلى بهالشكل هذا. يمكن هذا الشكل. فانا مو كان ما اشتغل على البي 1 من 4 الى 1، فقط عن المين تمبرتشر اوف هيت اديشن هنا، شو اسوي؟
قلنا ما نقدر نصعد بدرجة الحرارة، ما نقدر شو نسوي؟ ما نقدر نصعد بدرجة الحرارة لأن احنا محددين بنوع تحمل المعدن. شو اسوي؟ راح ابقي نفس درجة الحرارة. المين تمبريتشر اوف هيت اديشن بين الاربعه والواحد وبين سبعه والخمسه، ياهو الاعلى؟ طبعا بين السبعه والخمسه راح المين تمبريتشر اوف هيت اديشن راح يكون اعلى من الهيت اديشن، المين تمبريتشر اوف هيت اديشن بين الاربعه والواحد. فاذا من زاده المين تمبريتشر اوف هيت اديشن بزياده الضغط، هنا سوينا ثبتنا درجه الحراره، زيادة الضغط مال البويلر. من زيادة الضغط مال البويلر المين تمبريتشر اوف هيت اديشن عن المعدل بين 7 و5 هو اعلى من المعدل بين 4 و1. فمن زاد المين تمبريتشر اوف هيت اديشن زادت الكفاءة مال من؟ مال الرانكين سايكل. كل زين، اذا احنا استفادينا، لكن واجهت الباحثين مشكلة انه انا اذا كان عندي من 4 إلى 1 الإكسبانشن، من 7 إلى 5 من أسوي إكسبانشن بالتيرباين راح يطلع عندي كواليتي ثاني، بما أنه الكواليتي الثاني هو أكبر من الكواليتي رقم 6، يعني من يطلع برقم 6 من زيادة البخار وقطرات ماء. هاي البخار والقطرات ماء اللي يخرج بنقطة 6 راح يكون بتماس ويا ريش التيرباين، وبالتالي هاي راح تسوي عملية تآكل ايرودد، يسموها ايرودد او كوروجن المن للسيرفس مال الريش، وبالتالي اذا تآكلت الريش يعني الكفاءة مالتها قلت، واذا قلت الكفاءة معناها قلت الثيرمال افشنسي. فإذا هذا الاختيار الثاني مال رفع الضغط مال البويلر أيضا احنا محكومين به، بحيث احنا المفروض انه الكواليتي او الاكس او قيمة البخار تكون 85% الكواليتي اكبر من 85% بالاكزيت مال من؟ مال التيرباين. هو هذا الشرح اللي هسه تحدثت عنه. When the maximum temperature is fixed من ثبتنا T1 as operating steam pressure at which heat is added in the boiler increases، زيدنا الضغط من 1 إلى 2، the mean temperature of heat addition increases، زادت. Since TM1 between 7 و5 is higher than between 4 و1. But when the turbine inlet pressure increases from P1 to P2 the ideal expansion line shift to the left and the moisture content as the turbine exit increases، يعني المحتوى الرطوبي راح يزيد لان احنا نزلنا بنقطه 6، because the quality مال نقطه 6 هي اقل من نقطه 2. if the moisture content of steam in the latter stage بالمراحل الاخيره of the turbine is higher، تكون عاليه، the entire water particle along with the vapor coming out from the nozzle with high velocity strike the plate and eroded their surface، يعني خروج قطرات الماء ويا البخار من النوزل في المراحل الاخيره من التيرباين راح تؤدي الى عمليه التاكل بسطح الريش مال التيرباين. as a result of which the longevity of the blade decreases، فعمر الريشه راح يقل او الريش. From a consideration من الاعتبارات of the erosion of a blade in the latter stages of the turbine، the maximum moisture content at the turbine exit exhaust is not allowed to exceed 15% or the quality to fall below 85%. It is desirable that the most of the turbine expansion should take place in the
سنجل فيس اور فيبر ريجن. فاذا اكو عندنا اعتبارات تصميميه اخرى، يعني احنا اذا تجاوزنا المعدن مال الستيم جنريتر والفيتنجز، فاذا عندنا اعتبار اخر انه عمليه التاكل بالريش مال التيرباين ايضا لازم احنا نخليه بنظر الاعتبار. فلذلك الكواليتي ما لازم تكون اقل من 85%. زين، هاي الحاله الثانيه. شلون اقدر بعد ازيد المين تمبريتشر اوف هيت اديشن؟ هسه طريقتين. الطريقه الاولى انه ازيد درجه الحراره عند نفس الضغط، ازيد درجه الحراره، لكن احنا محكومين بمن؟ بالماتيريال. الحاله الثانيه انه انا ازيد الضغط بس احنا محكومين بيش؟ انه الكواليتي اللي تخرج من الكوندنسر المفروض ما تتجاوز تكون اقل من 85%. اكو طريقه ثالثه، اكو طريقه ثالثه لخفض لزياده المين تمبريتشر، انه اني اخلي البويلر بريشر كونستانت بس الضغط مال الكوندنسر انزله لي جوا. من راح انزله؟ طبعا المين هيت تمبريتشر راح يصير اعلى مثل ما تلاحظون هنا. فانا عندي العمليه انه كانت هي 1 2 3 4 1، ثبتنا الضغط مال البويلر. فالبويلر كان يسوي اكزيت، يعني الاكزوست مالته وين دي يروح؟ الكوندنسر ده يشتغل عند الاتموسفير تمبرج بريشر. فانا عندي الضغط كان 1 بار بالاتموسفير، فاذا درجه الحراره مال التشبع ساتوريشن حتكون 100. Figure show two cycles with the same boiler pressure, but the two different condenser pressure. One condenser operate at atmospheric pressure and the other at less than atmospheric pressure. The temperature of heat rejection from cycle 1, 2, 3, 4, 1 condensing at atmospheric pressure is 100 degrees centigrade. The temperature of heat rejection for the lower pressure cycle 1 2 فتحتين 3 فتحتين 4 فتحتين 1 is correspondingly lower. So this cycle has greater thermal efficiency. طبعا انت من تخلي تنقص الضغط مال الكوندنسر اقل من الضغط الجوي، انت معناه الحراره اللي قاعد تطرحها راح يصير الشغل مال التيرباين راح يزداد، وبالتالي الهيت اديشن بين الأربعة واحد هو أعلى من الهيت أديشن المين هيت أديشن بين الأربعة فتحتين واحد هو أعلى من الأربعة واحد، وبالتالي راح تتحسن الثيرمال إفشنسي. لكن أكو عندنا عائق معين اللي هو شنو؟ إنه إحنا لازم نصمم كوندينسر يشتغل بضغط أقل من الضغط الجوي، معناه يتحمل الضغط الجوي، وبالتالي عملية دخول الغازات والهواء إلى داخل الأنابيب راح تكون أكثر. ليش؟ لأن هذا أقل من الضغط الجوي، معناه الهواء راح يقدر يدخل لأن الضغط مالته أعلى، والضغط إحنا نعرف الفلويد يتحرك من يكون فرق الضغط. فبالتالي إذا دخل الهواء داخل الكوندنسر راح يصير فقاعات، وبالتالي هاي الفقاعات راح تقلل من كفاءة الكوندنسر، بالإضافة إلى أنه المعدن اللي نختاره أيضا لازم يكون معدن مقاوم للضغط. وأيضا عندنا محدد آخر، أنا يا ضغط أقدر أنزل إيش قد أقدر أنزل الضغط عن أنزل من الضغط الجوي. فthe lowest visible condenser pressure is the saturation pressure corresponding to the ambient temperature. فأنا أشوف درجة حرارة الجو إيش قد، مثلا درجة حرارة الجو 20، أشوف الكورسبوندينج بريشر مالتها ايش قد من الجداول اللي أخذناه بالثرمودينامكس، أخذته سموه ساتوريشن بريشر عند ال 20 ديجري سنتيجريد، وبالتالي أصمم المضخة الكوندنسر على هالأساس. أنا ما أقدر أنزل أخلي الإكزوست مال التيرباين
تيرباين درجة حرارته تطلع أقل من 20. ليش؟ لأن ما راح يصير تبادل حراري. كوندنسر يجي المي بدرجة حرارة 20، وأنا دا أطلع التيرباين دا يطلع لي درجة حرارة 10، معناه أن الكوندنسر راح ياخذ حرارة مو راح ينطي حرارة للجو. The lowest visible condenser pressure is the saturation pressure corresponding to the ambient temperature. For this is the lowest possible temperature for heat rejection to the surrounding. The goal of maintaining the lowest practical turbine exhaust condenser pressure is the primary reason for including the condenser in the power plant. يعني السبب الرئيسي لاستخدام الكوندنسر، احنا شباب هسه ممكن عندنا ستيم رانكن سايكل ما استخدم بها كوندنسر، البويلر يسخن الماء ويطبع على التيرباين والتيرباين يطلع للجو. فاذا بما انه درجه حراره الجو هي 100، فانا ما اقدر انزل عن ال 100، فهو اكسبانشن واخليه بالجو يروح، ما استخدم كوندنسر. فوجود الكوندنسر راح يخليني اقدر استفاد اكبر قدر ممكن من الحراره مال الدخول للتيرباين الى بين من 1 إلى 2. اذا خفضت الضغط راح يصير من 1 إلى 2 داش، وبالتالي الاوتبوت العفو مال التيرباين راح يزيد. والامر الاخر انه وجود الكوندنسر راح يجعل الوركينج فلويد، الماء اللي قاعد يجري بداخل المنظومه من المضخه للستيم جنريتر للتيرباين للكوندنسر للمضخه، راح يكون حلقه مغلقه. اذا كان هذا الماء دي يجري بحلقه مغلقه، معناه شنو؟ معناه عمليه التاكل داخل الانابيب راح تكون قليله جدا. المي النقي اللي نحتاجه عمود يدور بداخل هاي السايكل راح يكون قليل. هو نفس المي يداور نفسه، يفتر ويرجع، يفتر ويرجع، مي يتحول الى بخار، يرجع يتحول الى بخار، نحول الى ميكستشر، بعدين الى سائل، ونرجع العمليه الى الستيم جنريتر، وهكذا. بينما انا لو اطرحه للجو معناه انا احتاج كميات كلش كبيره من الماء النقي على مود يسبب لي مشاكل. يعني ما اقدر انا اجيب مي من النهر ودخله بالبويلر، زين هذا كله شوائب، هاي العملية راح يصير اكو ترسبات بداخل الانابيب وبالتالي تنسد، وهاي الاشياء اللي احنا بدنا نحكي عنها عمليات مكلفه. طبعا صار بالخطا بالمحاضره السابقه كان عندنا كميه البخار 730 ألف، فاحنا قلنا كل 100 كل 1000 هو تانكي مال مي، فمعناه عندي 730 تانكي بدنا نصرف احنا بالساعه. أنا قلت 73 العفو بالمحاضرة السابقة، هي 730. 730 تانك عندك أنت تصرف بالساعة، معناها بالدقيقة الواحدة تقريبا تصرف أنت فوق 10 تانكيات بالدقيقة. وياه فعملية استخدام ماء كلش عالية جدا. فإذا هاي الثلاث طرق هي تحسن من كفاءة الرانكن سايكل، لكن كل وحدة لها محددات، وهذا اللي حكينا عليه انه احنا الليكويد ووتر ات اتموسفيريك بريشر كود بي درون انتو ا بويلر باي ا بام، ذا ستيم كود بي ديسشارج دايركتلي تو ذا اتموسفير ات ذا تيرباين اكزيت. ممكن احنا نخليه يخرج اوفر by including a condenser in which the steam side is operate at a pressure below atmospheric. فإذا وجود الكوندنسر راح يخلي عندي التيرباين يشتغل في ضغط أقل من الضغط الجوي، وبالتالي the turbine has a lower pressure region in which to discharge resulting in a significant increase in the network and thermal efficiency. فإذا وجود الكوندنسر يؤدي الى زياده الشغل مال التيرباين وبالتالي تحسين الثيرمال افشنسي. ايضا the addition of heat of a condenser also
allows the working fluid to flow in a closed in an a closed العفو closed loop. يعني الوركينج فلويد نفسه راح يجري داخل مثل ما موجود بالسياره عندنا، المي اللي موجود بالرادياتير يروح يبرد المحرك ويرجع للرادياتير، فكلوزد لوب. This arrangement permits continual circulation of working fluid، يعني يضمن لي استمرار لعملية تحريك الماء داخل المنظومة. So purified water، الماء النقي that is less corrosive than tap water، طبعا الماء المقطر هو أقل عملية تآكل يسوي للمعادن من التاب ووتر، نقصد به مي الحنفية أو المي العادي. can be used economically، يعني اقتصاديا ممكن انه احنا نستفاد من هاي العمليه. اذا هسه احنا اخذنا بهذا المحاضره لحد الان اخذنا الاكسترنال irreversibility اللي هي جايه من الهيت سورس والهيت ريجكشن اللي ده تصير، وعندنا الانترنال irreversibility جايه من الورك تربين والورك مال البامب، ايضا دي يسببوا هذول، وبالتالي راح تقل عندنا الكفاءه مال المضخه، لان الشغل المنتج بواسطه التيرباين هو اقل من الشغل الايديال، والشغل اللي احنا قاعد نعطيه للبام عمود يشتغل هو اعلى من الشغل المثالي. وتعرفنا على معامل جديد اسمه المين تمبرتشر اوف هيت اديشن، على مود نقيس ب كل ما تحسن هو راح تتحسن الثيرمال افشنسي، وتعرفنا على طرق زياده المين تمبرتشر اوف هيت اديشن، فقلنا اكو ثلاث طرق. فهاي الطرق والحكي هذا اللي حكيته يجي سؤال شرح. ما هي المين تمبرتشر اوف هيت اديشن؟ وشنو هي الطرق اللي انت تقدر تحسن بها المين تمبرتشر اوف هيت اديشن؟ راح يكون يعني جواب مختصر، اهم شيء الرسومات مال التي اس دايجرام، يعني ترسم التي اس دايجرام اذا ثبتت التمبريتشر او اذا ثبتت الضغط وزيدت درجه الحراره، او اذا ثبت درجه الحراره وزيدت الضغط او قللت الضغط مال الكوندنسر، هذين ثلاث حالات. فاهم شيء انه انت ترسم التي اس دايجرام لكل حاله على مود تحسب بها المين تمبريتشر اوف هيت اديشن. هنا بهذا السؤال نريد نعرف تاثير الايزونتروبيك افشنسي اوف تيرباين اند بام على الثيرمال افشنسي الحقيقيه. فراح نحل نفس السؤال السابق اللي حليناه بالمحاضره السابقه، بس هنا راح نعطيك انه الايزونتروبيك افشنسي للتيرباين وللبام يعني قد يكون نفس الرقم قد يكون مختلف، يعني هو نحلها بالسؤال اللي معطيناه. Reconsider the vapor power cycle of example 1 but include the analysis that the turbine and pump each have an isentropic efficiency of 85% determine the modified cycle for the modified cycle هاي يعني الدورة الجديدة المعدلة الثيرمال افشنسي الماس فلو ريت for net power output 100 ميجا وات the rate of heat transfer in the working fluid as passes through the boiler the rate of heat transfer q out الهيت ريجكشن ايش قد وش قد عندنا كميه الماء اللي احنا بدنا نستخدمها ككولينج ووتر. فاحنا مثل ما تعرفنا سابقا انه انت عندك ترسم الرانكين سايكل سكيماتيك دايجرام، بعدين ترسم التي اس دايجرام، تعين النقاط، قلنا الاكزيت من الستيم جنريتر او الدخول للبويلر راح نسميه نقطه واحد وهكذا. فاذا كان عندي ايديال رانكن سايكل فاني عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه ويرجع واحد، بينما نتيجه انه انا انطاني ايزنتروبيك افشنسي فاذا نقطه اثنين تصير اثنين راح اسميها اثنين اس وهاي اسميها اثنين، والاربعه اذا عموديه راح اسميها اربعه اس، واذا مائله على الخط المنقط راح نسميها أربعة. فأني بالسؤال منطيني هو الضغط وهو عاني دا يقول لي saturated vapor، فإذا أقدر أطلع ال H G منه، طلعنا ال H1 وال S1 هو S G من الجدول.
ايضا هسه لازم احسب من هو الاتش 2 على مود احسب الاكتوال. زين شلون احسب الاتش 2؟ الاتش 2 ما اقدر احسبها، انا ايش قد شنو اللي اقدر احسبه؟ اقدر احسب الاتش 2 اس. الاتش 2 اس اقدر احسبها، واتش 1 عندي، والافشنسي منطيني اياها مال التيرباين، عن طريقها اقدر اطلع الاتش 2 قيمتها. فاذا الاتش 2 والاتش 4 ما اقدر احسبهم من التيم تيبل، لازم اطلعهم من القانون مال الافشنسي. الافشنسي مال التيرباين والافشنسي مال البامب. الافشنسي مال التيرباين هي شو تساوي لنا؟ اتش 1 ناقص اتش 2 على اتش 1 ناقص اتش 2 اس. بالنسبه للمضخه يصير بالعكس، اتش 3 ناقص اتش 4 او اتش 4 ناقص اتش 3 على اتش 4 اس على اتش 4 ناقص اتش 3. فهاي العمليه يعني عندكم بس هنا، انه انا طلعت الاتش تيرباين، فمن هنا استطعت انه اطلع الاتش 2 اتش 1 ناقص الافشنسي في اتش 1 ناقص اتش 2 اس، طلعت هاي القيم مالتها. نفس الطريقه راح اطلع الاتش 4 فنانة، اقسمها على المضخه يطلع لي الورك اللي استخدمته اني بالمضخه ايش قد، والانثالبي على مود نحسب النتور راح نقول التيرباين ناقص البام. فاذا هو هاي المضخه، انا شنو اللي عندي؟ الاوت بوت هو اتش 1 ناقص اتش 2، الان بوت هو بالنسبه للبام كورك هو 4 ناقص 3. فبالتالي الهيت اديشن بالنسبة إلي راح يصير من 4، من 1 إلى 4. وأقسم الورك نت على الهيت انبوت وأحصل على أنه الكفاءة مالتي هي ايش قد؟ 31% صارت. على مود أحسب الام دوت، الام دوت هي الورك اوت بوت اللي هو 100 ميجا قال لي، على الورك نت اللي أنا قاعد بير كيلوغرام اقسمه يطلع لي مقدار الام دوت. الهيت اديشن يعني هنا أنا هو يريدها بالواط، فراح انا اضرب او بالميجا وات، راح اضرب ام دوت اتش 1 ناقص اتش 4. نفس العمليه الهيت اديشن، الهيت ريجكشن هي ام دوت اتش 2 ناقص اتش 3. والماس فلو ريت على مود نحصل ايش قد عندنا الكولينج ووتر، فايضا نفس العمليه راح نقول الام دوت كولينج ووتر هي ام دوت اتش 2 اتش 3 على كولينج ووتر اوت ناقص، وهذا اللي نطلعه من ستيم تيبل عند درجات الحراره اللي مطيني اياها هو. ف the effect of irreversibility within the turbine and pump can be gauged by combining value from example 2 with their counterparts in example 1. فاذا قارنا القيم مال الورك نت، الورك تيربان، الورك بام، الهيت ان، الهيت اوت، الثيرمال افشنسي، اذا قارنا مال اكزامبل 1 واكزامبل 2 ممكن احنا نشوف الفرق. In example 2 the turbine work per unit of mass is less and the pump work per unit mass is greater than in example 1. فمثل ما تحدثنا نتيجة الارفيرزبلتي راح نشوف انه شغل التيرباين قل وشغل المضخة زاد، وبالتالي الفرق بيناتهم راح يقل، وبالتالي الثيرمال افشنسي راح تقل. The thermal efficiency in the example 2 is less than in ideal case of example 1. For a fixed network اذا احنا نريد ننتج 100 ميجا وات، the smaller network of network output per unit mass in example disk indicates a greater mass flow rate of steam than in example 1. فاذا انت عندك الاوتبوت مال الاكزامبل 2 قل، فانت عم تحصل ال 100 ميجا لازم عندك الستيم فلو ريت يزداد، فكميه الماس فلو ريت اللي نحتاجها بالاكزامبل 2 هي اكبر من كمية الماس فلو ريت للستيم اللي نحتاجها بالاكزامبل نمبر 1. ونفس العملية انه نتيجة هذا
الحراره المطروحه او الهيت ريجكشن من الكوندنسر راح تكون اعلى، وبالتالي كميه الماء البارد اللي نحن نحتاجها على مود نبرد بيها الوركينج فلويد اللي داخل الكوندنسر راح تكون اعلى من مثال الاول. فاحنا على مود نحسن من الكفاءه مال الرانكين سايكل، قد احنا نستخدم السوبر هيتر او الري هيت او نستخدم السوبر كريتيكال باور بلانت. شنو نقصد بالسوبر كريتيكال؟ اللي اقصد به انه احنا اذا كنا اقل من الكريتيكال بوينت فيسموها سب كريتيكال سايكلز، اما اذا احنا من واربعه عبرنا الكريتيكال هاي يسموها سوبر كريتيكال. عندنا سب كريتيكال اذا كان الضغط هو اقل من الكريتيكال بوينت للماء، اما اذا كان من اربعه سخناه الى واحد صارت الواحد هنا اللي هي اعلى من الكريتيكال مال المي للضغط والحراره راح نسميها سوبر كريتيكال سايكل. يعني هذني امثله انه هذا لو استخدمنا الستيم سوبر الهيتد وال شو بعد وياهم مثاليا الحاله المثال الاول انه لو كان عندي ايديال رانكين سايكل استخدم بها السوبر هيت. طبعا احنا قلنا انه اني لو كان عندي من اربعه الى واحد مثل ما بالمثال الاول والثاني فالمين تمبرتشر هو راح يكون هنا مال هيت اديشن، بينما من رحت من اربعه الى واحد فالمين تمبرتشر اوف هيت اديشن زادت، فبالقطعا الافشنسي زادت. فخلينا نحل هذا المثال. A cyclic steam power plant is to be designed for a steam temperature at turbine inlet 360 degree centigrade and exhaust pressure 8% bar. After isentropic expansion of a steam in turbine, the moisture content at the turbine exit is not exceed 15%. يعني الرطوبة ما تتجاوز 15%. Determine the greatest allowable steam pressure at the turbine inlet and calculate the Rankine cycle efficiency for this steam condition. Estimate also the mean temperature of heat addition. عندي الضغط. عندي الضغط مال الكوندنسر، يريد الضغط مال البويلر. بحيث الكواليتي هنا هي 85%. 85%. فعلى مود احسب الضغط هنا لازم عندي خاصيتين. عندي درجة حرارة وخاصية أخرى، من الجدول أقدر أطلع الضغط إيش قد. فأني عندي نقطة اثنين معلومة بها الكواليتي، وأني عندي هو ميكستشر، فأروح على الساتوريتد بريشر تيبل. فمن هاي الجدول راح أطلع الأس تو إيش قد. الاس 2 اقدر اطلعها ايش قد، لان عندي الاس اف وعندي الاكس وعندي الاس اف جي، راح اطلع الاس 2. بما انه الاس 2 طلعت اذا هي نفسها الاس 1، فاذا الاس 1 عندي فانا اروح اشوف الستيت مال نقطه واحد. الستيت مال من؟ مال نقطه واحد. اروح على الساتوريتد تمبرتشر تيبل واطلع الاس جي عند ال 360 الاس جي. فاذا كانت الاس اللي طلعتها بالسؤال اكبر من الاس جي، هذا مو الاس، هاي هي الاس جي اللي هنا. فاذا كانت الاس اللي انا طلعتها بالسؤال اكبر من الاس جي هذا مال الساتوريتد فيبر، معناه اني بالسوبر هيتد، وبالتالي اروح الى جداول السوبر هيتد على مود اطلع at state 1 the temperature and entropy are known. على 360 الاس جي ايش قد من الساتوريتد
تمبرتشر تيبل 5 ونص. احنا ايش قد طلعناها الاس؟ طلعناها 7، فبما انه هي اكبر which is less than S1. So from the table of superheated steam at T360 الاسهل قد the pressure is found to be، راح اقدر اطلع الضغط نتيجة الانتربوليشن. فاذا الضغط المسموح هو هذا الضغط اللي احنا طلعناه من السوبر هيتد تيبل. على مود نحسب الكفاءة فلازم احسب ال H1 واحسب ال H2 واحسب ال H3 واحسب ال H4 من طريق القانون اللي راح نقول H4 S ناقص H3 specific volume P3 ناقص او boiler pressure ناقص الكوندنسر بريشر، وناضربنا في 100 على مود نحول الوحدات، فطلعت بوحدات الكيلو باسكال، فطلعت عندي ال H4. من طلعت عندي ال H راح اقول H1 ناقص H4 يطلع لي الهيت اديشن، الورك تربان H1 ناقص H2، الورك بامب حسبته سابقا نتيجة على مود اطلع ال H4. على مود احسب الافشنسي راح اقول الورك نت على ال Q1 واحسب الميت هيت اديشن من هذا القانون مين تمبريتشر اوف هيت اديشن. السؤال اللي بعده هو فقط نفس الحل، فقط منطيني الافشنسي للتيرباين، فهذا راح ابقي عليكم نتناقش به وياه. فخلي اوقف التسجيل، عمود الملف ما يكون كلش عالي.